طيب نروح لموضوع تاني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ودي للأسف مش أول مرة، ودي ظاهرة غريبة جدا ومستهجنة كمان علينا في مصر. تحويل مدير مدرسة لتحقيق عشان عمل إيه؟ عشان نشر أسماء الطلبة اللي ما دفعتش المصاريف على الفيسبوك، وقال لأولياء أمورهم طبعا اللي مش هيسدد المصروفات هيتم تحويله مباشرة إلى المدارس الحكومية، دي مدرسة خاصة. وكان في طبعا يمكن رد فعل سريع من أولياء الأمور لسرعة التحرك. الحركة دي مش أول مرة تحصل، ومش عارف بصراحة هو الغرض منها إيه. هو الغرض منها هو التشهير، يعني أنا مش شايف أي غرض من هذا الأمر غير التشهير. أنت دلوقتي مش بتفكر إن الناس اللي ما دفعتش المصروفات تدفع، لا خالص، ما أعتقدش إن ده الغرض، لأن ده مش هيخلي حد يدفع، يعني الدنيا مش ماشية كده. المدرسة دي موجودة فين؟ المدرسة دي موجودة في المرج، واللي مش ما سددش المصروفات هيتحول على طول. طيب هل ده كان، سؤال برضو مهم، هل ده كان في صفحة رسمية للمدرسة؟ ما كل مدرسة دلوقتي ليها صفحة رسمية أو ليها جروب خاص مستقل، مع أنه مرفوض مبدئيا، يعني هو من حيث المبدأ مرفوض، لكن خلينا نقول أنه هو لو عملوها مثلا في المدرسة يعني نوعا ما مقبوله، لان كل الموجودين دول هم الطلبه في المدرسه. ولو انه برضو دي حاجه تضايق، يعني تخيل مثلا اللي عمل موقف زي ده ابنه موجود في مدرسه وما سددش المصروفات لسبب او لاخر. في ناس بتنسى بالمناسبه، يعني بصرف النظر عن السبب، في ناس بتنسى تسدد المصروفات. ابنك ما سددش المصروفات، احساسك ايه والمدرس داخل يقول له انت ما سددتش المصروفات، لا انت مش روح مثلا، احساسك ايه وابنك، انا بتكلم طبعا للشخص اللي قام بهذه الفعل، احساسك بايه وابنك مثلا متشهر بيه على الفيسبوك، وانت كمان متشهر بيك على الفيسبوك انك ما سددتش المصروفات بتاعتك. يعني الوضع غايه في الصعوبه بصراحه، ومش عارف ايه السبب وايه الدافع من انه يعمل حاجه زي دي، مره حاطط باكاونت ومره تانية باكاونت تاني، يعني داخل بحسابين مختلفين، داخل بيدي تهديدات وبيدي رسائل قويه بانه اللي ما سددش مصروفات، وان الناس اللي بتتلاعب، وان الناس اللي هيقولوا حرام، لا ما ده ما فيش حاجه اسمها حرام، الناس لازم تدفع، ده في ناس بتزور. يعني انت خلاص عرفت، قدرت تعرف ان الناس بتزور محل اقامتها، وقدرت تعرف كل هذه التفاصيل، وهم ما سددوش المصروفات، فانت بتقول لهم لا سددوا المصروفات والا هنفضحكم، الناس ما سددتش، فانت فضحت كل اولياء الامور وكل الطلبة. وده طبعا ليه تأثير كبير جد كبير جدا على الطلبة نفسها، على نفسية الطلبة. يعني أي طالب دلوقتي وأي طفل لما يشوف اسمه متشهر بيه بهذا الشكل، واسم والده متشهر بيه بهذا الشكل على مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا تصرف مرفوض تماما. معانا داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر. أستاذة داليا أهلا بيكي، وقولي لي تابعتوا إزاي الخطوة دي، وردود أفعالكم كانت عاملة إزاي؟ اهلا بحضرتك. طبعا انا بشكر البرنامج لانه هو بعرض سريعا الواقع، لان هي فعلا واقع مؤسفه جدا، ان واقع غير تربويه بالمره. يعني ازاي مدير مدرسه على صفحته الشخصيه، صفحه المدرسه او جروب مغلق على اولياء امور المدرسه، لا صفحته الشخصيه بينزل اسماء الطلاب ان هو بيهددهم انهم ما دفعوش المصاريف وهيحولهم لمدرسه حكومه. طب ده يعني انا شايفه ان هو يعني ده تشهير، اولا فين الجانب النفسي للطلاب واولياء الامور ان هم بيشوفوا اسماء اولادهم محطوطين كده وبيشهر بيهم. لو هو الوزاره عامله لنا اجراءات المفروض المدرسه تتبعها لاختار ولي الامر بالمصاريف، يعني في ثلاث انذارات المفروض المدرسه كانت تعملها، في وسيله حجب النتيجه في المدرسه ان هو يروح ولي الامر عشان يشوف نتيجه ابنه فيلاقيها محجوبه، فان هو يدفع. ده المتعارف عليه تقريبا يا استاذ داليا، يعني ده المعروف. انا ما اعرفش ازاي اتصرف كده، غير مساله حجب النتيجه، ده المعروف، بتروح تستلم النتيجه بتاعتك تلاقيها محجوبة. ليه محجوبة؟ عشان ما دفعتش المصاريف. وفي ظل جائحة كورونا وكل الأسر متأثرة، خصوصا أن المنطقة اللي فيها المدرسة تعتبر منطقة إلى حد ما ممكن يكون فيها فئات ما عندهمش قدرة مالية أن هم يدفعوا، إزاي أن هو يعمل معاهم كده؟ يعني هو مش شايف أن في ناس تضررت، فقدت وظائفها أو أخذت نصف الراتب، مفيش أي رحمة. طبعا سلوك غير تربوي بالمرة، ويعتبر الاجراء بتاعه ده
يعني هو يعني حط الكلام وبعد كده هو مصر على التشهير والرد باسلوب مش ظريف على اولياء الامور. صحيح. وفي وليه امر تواصلت معانا ان هي عامله بحث حاله ان هي من الفئات المعفاه من المصاريف، حطت اسمائها في الكشوفات. طب انت ازاي هي عامله بحث حاله ان هي من الفئات المعفاه وانت حاططها برضو في كاس المصاريف؟ يعني انا مش فاهمه، غريبه. ويعني انا بشكر فعلا التحرك السريع للوزاره ان هي احالته للتحقيق، لان فعلا اللي هو عمله ده عمل مش تربوي بالمره، وفي اجراءات الوزاره كفلتها ان هي تحفظ حق المدرسه، المفروض كانوا يتتبعوها، لكن هم هو اللي عمله ده انا مستغرباه. صفقته الشخصيه هل المفروض اولياء الامور؟ واحنا كمان بنتكلم، عايزين نوضح بس النقطه دي يا استاذه داليا للناس، واحنا بنتكلم انه حاطط على صفحته الشخصيه يعني صفحه عامه يعني مفتوحه لاي حد ممكن يشوفها، يعني احنا بنقول مثلا الناس كلهم عندهم انترنت وداخلين عاملين له اد على الفيسبوك ومتابعين صفحته. طب اللي ما يشتري هيتفرج، بخلاف لما يكون جروب خاص بالمدرسه وبرضه مرفوض. بس فانا بشكر الوزاره فعلا ان سرعه، يمكن فعلا زي ما انت قلتي ان هو مصمم يعني جاري تجهيز باقي اسماء الطلاب اللي ما سددوش. لا ومحدش يلومنا، لا بيقول محدش يلومنا كمان على هنعمله. رد بطريقه جافه وبطريقه يعني ناشفه قوي على اولياء الامور ان هم ذنبهم انهم معهمش فلوس، واحنا عارفين ان في ظل جائحه كورونا دي المفروض كلنا نتعاون ونساعد بعض. يعني هو لو شايف ان في ناس متعثرين يحاول ان هو يشوف هل في بحث حاله ليهم ان هم ياخدوا، لان فعلا يعني فئات كتير قوي اتضررت من كورونا طبعا بالتاكيد، يعني حتى يشوف تقسيط امكانيه تقسيط المصاريف ليهم، جدوله المصاريف ليهم، لكن ما يعملش اللي عمله ده. وفي الاخر يقول اللي يزعل من النشر يسدد اللي عليه او يتوجه للمدرسه كده، يعني هو عمل اللي عليه. اسلوبه كان فظيع بصراحه، جدا جدا الحقيقة. ومرعاش ما فيش اي رحمه رعاها بين ان ازاي ولي الامر هيشوف اسم ابنه كده. طب ايه في الائتلاف يا استاذه داليا؟ فبس لا، فانا يعني بشكر الوزاره فعلا سرعه التدخل. واللي على فكره لما احنا نزلنا الموضوع ده في ناس كتير تواصلت مع ان في مدارس عملت كده، بس يعني ما كانوش عرضوا الشكوى عندي في الجروب ائتلاف او طب هتعملوا ايه بقى؟ انتوا بتعملوا ايه في الحالات اللي زي دي يا استاذه داليا؟ هو طبعا احنا لما بنتلقى الشكاوي اللي دي بنحاول ان احنا نشوف بقى المواقع الاخباريه ان هي تحاول تتواصل مع المسؤولين وتشوف مدى صحه الواقعه، وبعد كده بيتم بقى اللي هي النشر والتواصل مع المسؤولين ويشوف حلقه الوصل يعني يتخذ. يعني احنا يعتبر منبر لاولياء الامور او صوت. كل الشكر لحضرتك الاستاذه داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر، شكرا جزيلا.